سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة الخامسة. ازيك يا خالتي صفية؟ أهلا وسهلا. الحمد لله، أهلا بكم. تفضلوا تفضلوا. الحمد لله، كيف حالك؟ يلا الحمد لله. عايزين لنا قصة جميلة من قصصك الممتعة الشيقة دي. إن شاء الله. ونحن مشينا راجعنا الكلام اللي قلت لنا عشان نوريك إننا متذكرين إنك قلت شنو. أها. انت قلت لنا المره اللي فاتت يا خالتي صفيه انه سيدنا عيسى عليه السلام كان بيتنقل من مكان لمكان في منطقه الجليل، ده صح؟ وكان بيعلم الناس في بيوت العباده هناك. صح 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 يا سكينه. اها. في مره سيدنا عيسى كان واقف في شاطئ بحيره طبريه، والناس كانوا متلمين حوله عشان يسمعوا كلام الله، ومن شده الزحمه كان لازم يلقى ليهم مكان مناسب عشان يكلمهم منه. وفي الوقت ده شاف ليهم مركبين واقفات في البحر، والصيادين نزلوا منهم وكانوا بينظفوا في الشباك بتاعتهم. سيدنا عيسى دخل في واحدة من المراكب الاثنين ديل، والمركب دي كانت بتاعت بطرس، وكان معاه فيها مجموعة من زملاء الصيادين. وسيدنا عيسى قال لبطرس: يا بطرس، من فضلك ابعد بنا شوي كده من البر. وبعد ذاك قعد في المركب وبقى يعلم الناس من هناك. ولما خلص خطبته قال لي بطرس تاني: يا رئيس، حرك المركب للمحل الغريب، وانت يا جماعة كلكم ارموا الشباك بتاعكم للصيد. يا سيدي، امبارح سهرنا طول الليل وما اصطدنا ولا سمكة واحدة، لكن حسب أمرك حنحاول مرة تانية. ولما بطرس وزملائه سحبوا شباكهم من الموية لقوها مليانة بالسمك لغاية ما بدت تتقطع. وعشان كده نادوا شركاهم اللي كانوا في المركبة الثانية عشان يجوا يساعدوهم. ولما جوا معاهم ملوا المراكب الاثنين لغاية ما قربوا يغرقوا. كمية كبيرة. كبيرة شديد. وبطرس وأصحابه وكمان شركاه الاثنين يعقوب ويوحنا أولاد زبدي كلهم كانوا مستغربين وما مصدقين إنهم اصطادوا الكمية الكبيرة دي من السمك. وبطرس لما شاف الحصل ده وقع قدام سيدنا عيسى عليه السلام وقال له: العفو يا سيدي، أنا ما بستاهل أكون واقف جنبك، لأني زول عاصي وبعيد عن طريق الله. ما تخاف يا بطرس، ما تخاف، ومن دلوقتي أنت حتجمع الناس وحتجمعهم لطريق ربنا زي ما كنت بتجمع السمك في البحر. وبطرس وشركاه الاثنين بعد ذاك جابوا مراكبهم على البر وخلوها هناك، وخلوا مهنتهم وتبعوا سيدنا عيسى. وفي مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان موجود في واحدة من القرى، وكان هناك في راجل جسمه كله مليان بالبرص. الراجل المبرز ده لما شاف سيدنا عيسى وقع قدامه في الأرض وترجاه وقال له: يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، أنا البرص متعبني، أنت قادر تشفيني لو أنت عايز؟ أنت ممكن تشفيني لو أنت عايز. أيوة أيوة أيوة، أنا عايز وبإذن الله هأشفيك دلوقتي. وسيدنا عيسى عليه السلام مساه بيده، وفي نفس اللحظة الراجل شفى والبرص راح من جسمه. وطبعا الراجل المريض طلب إنه يتطهر لأنه مرض البرص كان بيعتبر نجاسة حسب التوراة. وبعد ما شفى سيدنا عيسى قال له: أوعك تكلم أي زول دلوقتي، قوم أمشي لبيت الله وقابل واحد من الأحبار هناك عشان يشوف إنك شفيت، وقدم ضحية لله عشان الحبر ده يعلن طهارتك من البرص. وطبعا يا خالتي صفية كلنا عارفين إنه خبر معجزات سيدنا عيسى عليه السلام وتعاليمه ملت كل نواحي المنطقة، والناس كانوا بجوهوا من كل مكان بأعداد كبيرة عشان يسمعوا رسالته وعشان يشفي المرضى منهم كمان. وسيدنا عيسى كان بينعزل في الخلا عشان يتعبد. ده كلام صح.
وفي مرة الناس كانوا بيسمعوا تعاليم سيدنا عيسى في بيت من البيوت، ومن ضمنهم كانوا في بعض الفقهاء والفريسيين قاعدين، والفريسيين ديل هم رجال دين المتطرفين، تتذكروا؟ نعم. جو من منطقة الجليل ومنطقة يهوذا ومن مدينة القدس نفسها اللي هي جزء من منطقة يهوذا برضه. وسيدنا عيسى كانت عنده القوة الإلهية لشفاء المرضى، عشان كده في مجموعة من الناس جو شايل لهم واحد مشلول على نقالة وحاولوا يدخلوه لسيدنا عيسى عليه السلام عشان يشفيه، لكن لأنه الزحمة كانت شديدة ما قدروا يدخلوا، عشان كده شالوه وطلعوا فوق في رأس البيت. رأس البيت؟ وقدوا السقف ونزلوه في نص البيت قدام سيدنا عيسى. سيدنا عيسى لما شاف ثقتهم فيه قال للمشلول: يا عزيزي ذنوبك مغفورة. لكن الفقهاء والفريسيين كانوا في سرهم بيقولوا: الراجل ده ليه بيقلل الحديث يكون في ذلك؟ وفي أي كاية يجب في الزيوز والرأس الخارج؟ لكن سيدنا عيسى عرف أفكاره وطوالي سألهم وقال لهم: انتوا ليه بتعترضوا في سركم؟ يا تو في رأيكم الأسهل، إنه أقول للراجل ده ذنوبك مغفورة، ولا أقول له أنت دلوقتي ما مشلول قوم ومش؟ أنا حاسبت ليكم إنه سيد البشر عنده سلطان لمغفرة الذنوب في الأرض. يا مبروك يا مبروك، دلوقتي أنت قوم وشيل نقالتك وامشي لأهلك لأنك شفيت. في نفس اللحظة الزول المشلول قام فعلا وشال نقالته ومشى لأهله وهو بعظم في الله، والناس الحاضرين كلهم يتعجبوا وخافوا جدا وعزموا الله وقالوا: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الليله شفنا حياه عجيبه، الليله شفنا العجب، شفنا العجب الليله، تبارك الله سبحان الله. وبعد ذاك سيدنا عيسى مرق، في أثناء ما كان ماشي شاف له واحد من الموظفين اللي بيجمع رسوم الجمارك للاحتلال الروماني قاعد في مكتبه. الراجل ده كان اسمه لاوي وبرضه اسمه متى. سيدنا عيسى دعاه وقال له: يا لاوي تعال انضم لي وابقى من حيراني. ولاوي طوالي وافق وخلى وظيفته وتبع سيدنا عيسى. طوالي طوالي. وبعد ذاك عمل له عزومة كبيرة في بيته على شرف سيدنا عيسى، الحيران كانوا معاه، وكمان في ناس كتار كانوا معزومين من ناس الجمارك والضرائب وغيرهم. وعشان سيدنا عيسى وحيرانه أكلوا مع الجماعة ديل، الفريسيين والفقهاء استنكروا الفعلة دي وقالوا لحيران سيدنا عيسى: انتوا ليه بتاكلوا تشروا مع المذنبين وناس الجمارك والضرائب المعفيفين؟ لكن سيدنا عيسى جاوبهم وقال لهم: الناس العيانين هنا محتاجين للدكتور، ما الناس الشداد وصحتهم جيدة. أنا يا جماعة ما جيت عشان أدعو الناس الصالحين للتوبة، لكن جيت عشان أدعو الناس الضالين. يا فضيلة الشيخ، حيران يحيى وحيران الفريسيين بيصوموا ويصلوا كثير، إيش معنى أنت حيرانك مبصوم؟ صح حيراني؟ حيراني معاي زي العريس وصحابه. وبالتأكيد أصحاب العريس بيأكلوا ويحتفلوا لما العريس يكون معاهم. نفس الشيء لما أكون موجود مع حيراني ما في داعي يخلوا لك، لكن لما ننساق منهم بالقصب في الوقت داك هم حيرفضوا لك من شدة الحزن. وبعد داك سيدنا عيسى عليه السلام ضرب لحيران مثل عن صعوبة قبول فهم الناس للتعاليم المخالفة لمعتقداتهم وقال: وكمان ما في زول بيقطع له حتة من قفطان جديد عشان يرجع بيها قفطان قديم، لأن القفطان الجديد حيتقطع وحيبوز والرقعة ما حتتناسب مع القديم. بعض الناس بيتمسكوا بالقديم دايما وبيعتبروه الصح، مع إنه العكس أحيانا هو الصح. أيام السبت سيدنا عيسى وحيرانه كانوا ماشيين في طريق بين مزارع القمح،
وحيرانه بيقطعوا في السنابل ويفركوها بيديهم وياكلوها. والفريسيين لما شافوهم بيعملوا كده استنكروا في عينهم ده وقالوا ليهم: انتوا ليه بتعملوا حاجة ما بتجوز؟ عملها في يوم الراحة والعبادة. وسيدنا عيسى رد على الفريسيين وقال ليهم: انتوا ما قريتوا في كتاب الله انه النبي داود عمل الشنود لما جاع هو اصحاب الجنود؟ النبي داود قام ودخل ساحة بيت الله وكل وقسم لأصحابه من الخبز المقدم لوجه الله الما بحل أكله إلا لرجال الدين. يا جماعة يا جماعة، أنتوا لازم تعرفوا إنه سيد البشر المرسل هو المسيطر على الأمور في يوم السبت. وفي يوم سبت تاني سيدنا عيسى عليه السلام كان بيعلم في الناس في بيت عبادتهم، وكان من ضمن الحاضرين في راجل يده اليمين مشلولة. مشلولة؟ وكان الفقهاء والفريسيين بيراقبوا في سيدنا عيسى وعايزين يشوفوه إذا كان حيشفي الراجل ده في يوم السبت ولا لا، لأنهم كانوا عايزين يلقوا عليه أي حجة بأي طريقة. ها وبعدين؟ لا يا جماعة لغاية هنا أنا بقيف عشان لا لا ما بقيف. لا نعرف الأصل شنو. المرة الجاية إن شاء الله. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.